لا تزال التقارير الحقوقية ترص أو ترص وتوثق وفاة معتقلين داخل السجون في العراق، ولاستبيان هذه الظاهرة وتطوراتها تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة فاطمة، يعني رصدتم في المرصد العراقي لتوثيق جرائم الحرب وفاة 3 معتقلين في سجون الناصرية ومركز مكافحة إجرام نينوى. انتشار هذه الظاهرة جغرافيا في سجون العراق ماذا يعني برأيك؟ تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك. طبعا هذه الظاهرة وكما تفضلت انتشارها على في العراق تؤكد أن هناك يعني نهج مستمر في استخدام كافة أنواع سوء المعاملة ضد السجناء، مما يتسبب في حدوث وفيات بين صفوف السجناء. طبعا هذه أنواع سوء المعاملة تتراوح بين كما رصدنا بين استعمال وسائل الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي، إضافة إلى الإهمال الصحي وعدم وصول الحاجات الإنسانية الضرورية من ماء نظيف أو طعام للسجناء بصورة كافية، إضافة إلى تفشي الأمراض بين صفوف السجناء والتي خاصة الأمراض الخطيرة مثل التدفن وغيرها من الأمراض الموسمية التي تسبب أيضا وفيات بين صفوف السجناء والمعتقلين. نعم دكتورة فاطمة، لماذا تستمر السلطات في السجون بقتل المعتقلين تحت التعذيب رغم الإدانات الدولية الحقوقية؟ هل لأنها أمنت العقاب تواصل ذلك؟ في الحقيقة عدة أسباب، منها أنه حالة الإفلات من العقاب المتفشية في العراق، خاصة وأن من يقوم بسوء المعاملة ضد السجناء هم من أفراد القوات الأمنية الذين يتمتعون بحصانة ومناعة ضد أي إجراءات قانونية، بل على العكس من ذلك يتم تبرئتهم ويعني استخدام شتى ذرائع من أجل أن لا يتم محاسبة أي فرد من القوات الأمنية والميليشيات التي أيضا تسيطر على السجون. إضافة إلى ذلك فإن الاستهانة بأرواح المواطنين والتي هي نهج هذه الحكومة يتسبب في أن يتم يعني وفاة، أن تتم الوفاة بشتى الطرق بين صفوف السجناء. نعم. بحسب متابعتكم، أين تقف السلطة الرقابية المتمثلة في النيابة العامة من هذه الانتهاكات المتواصلة؟ الحقيقة لا يوجد لديها أي سلطة في العراق، بل على العكس من ذلك يعني هي تهمل هذا الجانب ولا يتمتع يعني المواطن بأي حق لكي يعني يتم محاسبة من يرتكبون هذه الأفعال ضد السجناء. النيابة العامة التي هي يجب أن تطالب بحق المواطن مهما يعني اختلف صفته، سواء مواطن عادي أو منتمي إلى قوات الأمنية أو أي شخص آخر. الحقيقة المواطن العادي يعني لا يوجد من يطالب بحقه ولا يوجد من يعني يتابع ما يتعرض له من عمليات سوء معاملة أو إيذاء جسدي. إضافة إلى ذلك فإن السلطة القضائية أيضا التي هي مسؤولة عن أن يعني تتابع هذه القضايا، خاصة إذا اعترف المواطن أمامها بأنه قد يعني حصلت له اي اعتداء او اي او ايذاء او غيرها من ظروف سوء المعامله ضد السجناء، فانها تهمل هذا الجانب. وبل على العكس من ذلك يعني يتم يعني يعني حتى نعرف ان هناك يعني انتزاعات يتم اعترافات يتم انتزاعها بالقوه، فان القضاء يهمل هذا ويتم ادانه المتهم بالرغم انه يعني وصل الى تعذيب جسدي كبير. نعم. هل يمكن عد النيابة العامة بسكوتها عن هذه الانتهاكات التي تصل إلى حد الجريمة كما تعلمين، هل يمكن عدها شريكا بهذا السكوت؟ نعم بالتأكيد، كل من يعني يسكت عن أي
إذا يتعرض له أي مواطن حتى لو كان سجين، حتى لو كان مذنب، لا يجب أن يتم إيذائه بأي طريقة كانت، بل يجب أن يأخذ المسار القضائي والمسار القانوني المعترف به دوليا، وأن يتم محاسبته وبالتالي معاقبته على الذنب الذي ارتكبه. ولكن أن يتم اتباع صنوف تعذيب مختلفة من أجل الوصول إلى اعترافات أو فقط من أجل التلذذ، خاصة وأن هناك الكثير من عمليات الإيذاء الجسدي هي لمجرد التلذذ، وهي نوع من أنواع السادية والأمراض النفسية، ولذلك من يعني يسكت عن هذا ويتغاضى عن هذا ولا يطالب بحقوق المواطنين يعتبر أكيد شريك في هذه الجرائم. إلى السؤال الأخير دكتورة فاطمة، يعني اللافت أن المعتقلين الذين يقضون داخل السجون سواء تحت التعذيب أو بالإهمال الطبي، اللافت أنهم من مناطق بعينها من العراق، بما يمكن تفسير ذلك؟ يعني من المعروف جيدا ان يعني هناك مكونات معينه في العراق تتعرض لهذه الانواع من سوء المعامله والتعذيب لاغراض هي معروفه في العراق، يعني المكون السني خاصه، وحتى بعض الاقليات الاخرى، لان هناك اهداف من وراء ذلك. نعرف ان الميليشيات تسيطر على المناطق التي تم استرجاعها من داعش، وتم يعني اعتقال العديد من اهالي هذه المناطق بشتى الذرائع وبمشاية المخبر السري خاصه، ويتم اتباع ضدهم كافه صنوف التعذيب. نعرف جيدا ان وراءها اغراض، ومنها اغراض اخلاء المناطق هذه من سكانها، وبالتالي عمليات تغيير ديموغرافي مستمره تجري في هذه المناطق، وتغييب لاهالي هذه المناطق، واعتقالات ضد اهالي هذه المناطق من اجل ضمان سيطرة الميليشيات عليها، وبالتالي إحداث عمليات تغيير ديموغرافي ممنهجة في العراق. مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.